مشاهدينا، في مقطع متداول بشكل كبير نشره أحد أطباء الطوارئ حذر فيه من خطورة الاستحمام بالماء البارد على الأوعية، أوعية الدماغ تحديدا، وأن هذا التصرف قد يؤدي إلى الوفاة، ولكن نفى الكثير من الأطباء المعلومات المتداولة حول هذا الموضوع بشكل قطعي. للحديث حول حقيقة أضرار الاستحمام بالماء البارد وحقيقة تسببه في السكتة الدماغية ينضم لنا عبر سكايب الدكتور خالد الجهني، استشاري القلب والقسطرة القلبية. أهلا وسهلا بك دكتور خالد. في البداية خلينا نعرف يعني تعليقك على نشر أحد الأطباء تحذير عن خطورة الاستحمام بالماء البارد وأنه قد يسبب السكتة الدماغية. حياكم الله إخواني في البرنامج. بالنسبة أول شيء حبيت أشكر برنامجكم الكريم على تسليط الضوء، يعني على أنتم في منصة إعلامية ولكم جمهوركم وتصحيح المعلومات الشائعة الموجودة في السوشيال ميديا أصبح واجب، ويعني عاتقكم أنتم كإعلاميين تصحيح المعلومات الخاطئة، خاصة الباحثين عن الشهرة والباحثين عن الترندات اللي موجودة في الإنترنت والسوشيال ميديا. فبالنسبة للكليم أو للمعلومة اللي ذكرت في الفيديو اللي انتشر انتشار واسع، هي تتكرر بين فترة وفترة، اللي هي أنه استحمام بالماء البارد قد يسبب السكتة القلبية، حتى بالتحديد في الفيديو كان السكتة الدماغية النزيفية. في الواقع ما في دليل علمي يثبت مثل هذه العرض الجانبي اللي تعرض للبرد أبداً، وإحنا في الطب والأطباء بشكل عام يعتمدوا في استقائهم للمعلومات من مناهل العلم ومن الدراسات، فلو في دراسة تثبت هذا الشيء كنا إحنا كأطباء أول ناس ننشرها وتنشر في منصات رسمية زي وزارة الصحة وفي الجهات التوعوية بشكل عام في المجتمع. بشكل مختصر، المعلومة غير صحيحة وصارخة وباحثة عن الشهرة وليست صحيحة طبياً. طيب دكتور خالد، الكثير من الناس الآن يستخدمون الجاكوزي البارد خصوصا، هل الجاكوزي البارد يؤثر بالفعل على صحة الإنسان؟ أي نعم يؤثر، ويؤثر بشكل إيجابي للأسف. أنا دحين حروح للعكس، وجانب مهم جدا حتى لمشاهدينك أنه يؤثر. أول شيء يعني في دراسات، وهذه الدراسات اللي تكلمت عنها مثبتة وبحثت عنها، أنا لما طلعت على الفيديو هذا بحثت انه هل هذا كلام صحيح، وطلع لي العكس اللي هو بالعلم الموجود انه التعرض للماء البارد للي يستحمله يزيد المناعه ويقلل الاكتئاب، يساعد في نزول الوزن، والاهم كمان للنساء انه يساعد في نضاره الجسم ونضاره الجلد. حتى بتلاحظوا احيانا استخدام الثلج للوجه قد يساعد على نضاره الوجه، لأنه يساعد في دفع الدم كردة فعل لتدفق الدم للوجه، والدم مليء بالمعالجات والمغذيات اللي تساعد على علاج الكلى. طيب البعض يعني يعرض جسمه لموية حارة وفجأة موية باردة، يعني هل هذا ممكن فعلا يسبب مثلا مشكلة للأوعية الدموية، ولا بطبيعة الحال الجسم يعني داخل الجسم في درجة حرارة هي بتتغير بشكل تدريجي؟ صح، يعني هو التعرض المفاجئ لتغير درجة الحرارة قد يؤثر فسيولوجيا كردة فعل فسيولوجية يعني طبيعية للجسم، تسبب مثلا لهبوط الضغط الشديد مثلا، لكن هبوط مؤقت ويرتفع فضلا. فمثلا التعرض للثلج مثلا في الوجه يؤدي احيانا الى تفعيل العصب اللي احنا نسميه العصب الحائر او العصب العاشر، اللي هو يبطئ نبضات القلب وينزل الضغط، لكن بعدها بدقائق يصير الأثر العكسي، ردة فعل طبيعية، القلب يبدأ يضخ دم أكثر، الضغط الدم يرتفع وتدفق الدم للأعضاء المهمة يزيد، ردة فعل حمائية ووقائية موجودة في الجسم الإنسان. لكن نعم التعرض مثلا زي ما ذكرت اللي في الموجودة في النوادي والجيمز اللي يكون جاكوزي بارد وجاكوزي حار، نعم التعرض الشديد المفاجئ قد يؤثر أنه يسبب هبوط الضغط ودوخة وإغماء، لكن ما يسبب نزيف وجلطات أبدا. طيب دكتور، أنا عندي سؤال صراحة مرة أحتاج الإجابة منك لأنها تهمني. أنا بالنسبة لي أستخدم الماء الساخن سواء فصل الشتاء أو فصل الصيف، هل الماء الساخن ممكن يؤثر علينا؟ هي إحنا نسميه بريفرنس أو شيء تفضليه، فما له أثر صحي غير أنه جزء من روتينك، ما له أي أثر مثبت
بالضرر او بالايجاب. يعني ممكن اللي ذكرناه في الاستحمام بالماء البارد قد يكون مفيد بالجوانب اللي ذكرناها، لكن الاستحمام بالماء الساخن هو مريح ويساعد على الاسترخاء اكثر من انه يكون في اي جوانب صحيه. لاحظنا كمان دكتور انه كان في ترند متداول اللي فجأة يدخل لك في مويه وفيها قوالب ثلج كتحدي، او ما اعرف بصراحه ايش الفكره من هذا الترند، هل هو تحدي، هل هو فعلا يعني انك الواحد يتحمل درجات البروده العاليه او المنخفضه خليني اقول، فبالتالي مثلا تاثر على نفسيته، تاثر على نظارته، تأثر ما اعرف يعني هل هذا الترند ممكن يكون مؤذي او لا، خصوصا لما نتكلم على درجات مويه من تحت الصفر. للعامة الناس الطبيعية اللي ما عندهم مثلا أمراض قلب شديدة وضعف في عضلة القلب ومثلا تباطؤ شديد في نبضات القلب، أتوقع أنه مجرد قدرة تحمل. يعني هل تقدر تتحمل أنك تعرض نفسك في البرد؟ قدرة التحمل تختلف من شخص لآخر، وعشان كذا جاء مبدأ التحدي. فهو زي ما ذكرت أنه التعرض للأجواء الباردة أو التعرض الشديد المفاجئ للشيء البارد قد يؤدي إلى تباطؤ في نبضات القلب ونزول في الضغط. فهل قدرتك انت كتحمل تختلف عن مثلا الشخص الاخر، ان انت تتحملي ما يهبط ضغطك او ما تفقد الوعي؟ فهي مجرد كتحدي قدره وتحدي استطاعه.